اولا شكرا لقناه اليوم 24، طبعا على راسها السي احمد معتكيف. بالمناسبه التتويج وهذا النجاح اللي قدمه المنتخب المغربي، نحن كجمعيه شباب الشبار واعضائها وفنانيها نكرمهم بهذه الجداريه اللي كتشوفوا عباره عن ما قدموه، ما فرحونا لنا وللمغاربه كلهم وللافارقه وللعرب. نحن ممتن للمنتخب المغربي، كذلك نود أن نعبر إلى جميع المكونات المنتخب، سواء الطاقم التقني ولا اللاعبين ولا كل المجهودات اللي قاموا عليها. فهذا قليل في حقهم الصراحة ما قدموه. ففكرنا احنا كبعض الفنانين من أعضاء جمعية شباب الشبر أننا نقوم بهذه المبادرة، هي بسيطة ولكن نعبر على الامتنان ديالنا، الحب ديالنا للهم، الحب للوطن ديالنا، وما غرسوا فينا وما فرحونا، فرحوا امهات ديالنا والاولاد ديالنا، خلقوا فينا واحد الروح الوطنيه اكثر فاكثر، جعلونا سعداء. اللهم بارك ان شاء الله، باقي الخير قدام في السيمي فينال، وان شاء الله لما لا الكاس يكون من 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 حقنا المغاربه ان شاء الله. احنا كجمعية شباب الشبر كناديو هاد الجدارية على اساس المنتخب الوطني اللي فرحنا، واليوم ان شاء الله كنهديو لهاد الجدارية اللي دابا خدامين فيها ان شاء الله، وكنتمناو غدا ان شاء الله الفوز عاود المنتخب ان شاء الله. شكرا.